بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات التعليم عن بعد بالاكتساب المطور، طلاب المستوى الرابع لمقرر مدخل للاقتصاد الإسلامي، أهلا بكم في فصل دراسي جديد. يا رب يكون بداية فصل دراسي موفق لكم جميعا إن شاء الله، وتحققوا جميعا أعلى المعدلات بإذن الله عز وجل. هكون معكم لتدريس مقرر أو لمساندة كمساند أكاديمي لمقرر مدخل الاقتصاد الإسلامي إن شاء الله، وده أول لقاء حي لينا. وزي ما تعودنا مع بعض دايما في لقاءاتنا الحية إن احنا بنأكد على الصوت، إن الصوت واضح يا شباب، الصوت واضح يا شباب. طيب في تعليمات هنقولها ويا ريت ما نكررهاش كتير. اللي الصوت مش واضح عنده يبقى عنده هو المشكلة، فيا ريت اللي الصوت واضح مش عنده يستعمل سماعات هيدفون أو سماعات يعني هتسهل عليه ويسمع كويس. ده بالنسبة للصوت، لأن الصوت واضح طبعا وأنا عامل تشيك عليه ومعظم الناس بتقول واضح، وبالتالي اللي عنده مشكلة بتكون مشكلة الصوت من عنده هو، فالأفضل إنه يبقى يسمع من سماعات هيدفون أحسن. ده بالنسبة للصوت. ثانيا يا شباب، بالنسبة للمقرر بتاعنا مبدئيا كده عندكم منتديين، منتدى اسمه منتدى المقرر، انا انشأت منتديين، منتدى المقرر ومنتدى الاسئلة والاستفسارات. منتدى المقرر هتلاقوه موجود، هتلاقوا ان انا حطيت مذكرة عبارة عن ملخص، يعني احد زملائكم والعوام السابقة كان عاملها، وانا شايف انها مذكرة وملخص يعني كويس يتناسب مع المقرر بتاعنا، وتعتمدوا عليها ان شاء الله في المذاكرة. في ناس بتسمع الأحداث بالأسئلة، لكن نمشي واحدة واحدة إن شاء الله. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، فالاعتماد والاجتهاد والتوفيق على يعني من عند ربنا سبحانه وتعالى يكون إن شاء الله حليفكم. بالنسبة للمذكرة بنأكد المذكرة، في مذكرة موجودة على المنتدى. أولا قبل أي مذكرة ولا بتاع، في طبعا أنتوا عارفين اللقاءات مسجلة بشكل مرئي وبشكل مسموع، والإدارة حاطة لكم اللقاءات على الموقع أو على البرنامج، فاللقاءات المسجلة فيديو واللقاءات المسجلة صوت، اللي هو أستاذ المقرر اللي سجلها في بداية التعليم عن بعد الخاصة بالمقرر موجودة عندكم، فهي المرجع الرئيسي لينا. لكن المذكرة يعني بتساعد شوية وتسهل معاكم في متابعة المقرر. تمام يا شباب كده؟ يبقى إذا المذكرة خلاص عرفنا إنها موجودة على المنتدى. خلينا بقى نبدأ النهاردة مع بعض في لقاءنا الحي الأول لهذا المقرر إن شاء الله عز وجل، في بداية هذا الفصل، الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439-1440 هجرية. وأكيد هنبدأ النهاردة علشان نتعرف على المقرر بتاعنا، هل هو مقرر سهل ولا إيه طبيعة المقرر. إن شاء الله يكون سهل جدا، مقرر مفيد بكل الجوانب ان شاء الله تحققوا فيه المعدلات العالية. المذكرة تبقى عندكم، اللي بيتابع منها او هيطبعها يتابع منها، واحنا هنمشي معاها صفحة صفحة كده ان شاء الله، وهنلاقي الامور سهلة وبسيطة. اولا لما نتكلم يا شباب على مدخل الاقتصاد الاسلامي باعتبار مقرر جديد انتوا هتدرسوه معايا او هتدرسوه في المستوى الرابع وانا بساندكم فيه كمساند اكاديمي لتوضيح الأسئلة والاستفسارات من جانبكم. أولا المدخل الاقتصاد الإسلامي، أنتوا المقرر دوت أكيد بتدرسوا مقررات مشابهة أخرى ليه بتحمل نفس المرادف، قد تكون المدخل دي يعني مبادئ في علم كذا، أو أساسيات في علم كذا، أو مقدمة في علم كذا، وكل الطلاب في كل الجامعات والتخصصات بيدرسوا مقررات بتحمل هذه المرادفات، قد يكون اسمها مدخل أو مبادئ أو أساسيات في علم كذا أو مقدمة في علم كذا، يعني بتاع الطب، الهندسة، الصيدلة، التجارة، الحقوق، الإعلام، القضاء، اللغات، كله بيدرس مقررات، خصوصا في المستويات الأولى من الجامعة بيدرس مقررات بتحمل هذه المرادفات. وأنتوا كذلك برضو درستوا مقررات وبتدرسوا مقررات بتحمل هذه المرادفات، قد يكون مثلا مبادئ إدارة، مبادئ محاسبة، مبادئ اقتصاد جزئي، مبادئ اقتصاد كلي، وبناء عليه درست كلمة مدخل. والمدخل يعني مش عايزينك تعرف حاجات عميقة في العلم، انما عايزينك تعرف الاساسيات، المبادئ، المدخل بتاع العلم ده. والمدخل قد يكون تعريفات او خصائص او مصطلحات سواء عربية او اجنبية، بس احنا الحقيقة ما عندناش مصطلحات اجنبية ولا حاجة،
قد يكون تعريفات او خصائص او تصنيفات او تقسيمات الحاجه اللي بيقوم عليها العلم، علشان اللي بيستكمل بعد كده وبيدرس مقررات متقدمه مرتبطه بالمقرر دوت سواء في الماجستير او في الدكتوراه او غيره يكون عنده الاساس ويقدر يفهم ويقدر يكمل في الدراسه اللي هي المتقدمه عن هذا المقرر. الاقتصاد يعني احنا بنقول مدخل الاقتصاد، كلمه اقتصاد طبعا اكيد مرت عليكم واكيد انتوا برضه يعني منكم اللي درس مبادئ اقتصاد جزئي او مبادئ اقتصاد كلي، فكلمه اقتصاد مش غريبه عليكم الحقيقه، لان كل الموضوعات اللي هنتناولها كالفاظ وكمصطلحات اكيد مرت عليكم في مبادئ الاقتصاد الجزئي او الكلي احيانا. الاسلامي يعني كده انت اكنك درست او اكنك انت درست بالفعل المقرر دوت، ولكن ايه الجديد في الموضوع؟ الجديد ان الموضوعات اللي انتوا اخدتوها في مبادئ الاقتصاد الجزئي هننظر ليها بمنظور اسلامي. يبقى المقرر بتاعنا اسمه مدخل للاقتصاد الاسلامي. المقرر بتاعنا يا شباب ما فيهوش معادلات، ما فيهوش مسائل رياضيه، ما فيهوش رسوم بيانيه، ما فيهوش مصطلحات انجليزيه. حد بقى يقول لي يبقى كله حفظ، لا هو مش مساله حفظ، هو كل حاجه بالفهم الحقيقه، احنا في الجامعه نعتمد على الفهم ثم الفهم ثم الفهم، حتى لو في حاجه محتاجه حفظ يبقى لازم تفهمها الاول ولازم تفهميها الاول علشان هتلاقيها سهله. الحاجه اللي هتفهمها لو في حاجه محتاجه حفظ اعتمد على انك تفهمها اولا وبعد كده هتلاقي الامور ان شاء الله سهله، لكن مفيش حتى حاجه حفظ في الجامعه، والجامعه بتعتمد على تنميه العقول وتنميه المدارك وتكوين الشخصيه العلميه المفكره واللي بتشغل مخها شويه ويكون المخ فيه مرونه لتقبل الاراء والفهم الصحيح يعني. هنجتهد ان شاء الله قدر استطاعتنا معاكم لتوصيل المعلومه باسلوب بسيط وسهل من خلال تركيزكم واجتهادكم وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا، ان شاء الله باذن الله تنولوا وتحصلوا على المعدلات العاليه. ده مبدئيا كده عن المقرر بتاعنا، يبقى احنا عرفنا طبيعه المقرر، وطالما ان هو اقتصاد اسلامي اكيد يعني هو نظري زي ما انت بتقول، لكن هو برضه هيعتمد على الفهم. يعني طالما انه اسلامي باكيد الشريعه القران والسنه والفقه هيكون برضه مرجعيتنا في بعض التدليلات وبعض الامور المرتبطه واللي بنربطها بعلم الاقتصاد. لكن ان شاء الله نمشي واحده واحده مع بعض كده، واحنا بنمشي وبنشرح ممكن نقول السؤال يجي هنا ازاي او يجي في الجزئيه دي ازاي او يجي في الجزئيه دي ازاي، وطبعا انتوا عارفين ان الاسئله بتاعتكم كلها دايما بتكون صح وخطا او اختيار من متعدد، هي بتشتمل اسئلتكم كده على اما صح او خطا او اختيار من متعدد، ودي طبعا عمليه سهله تتبقى ان انت تكون فاهم المعلومه ومستوعبها كويس ان شاء الله. هنبدا النهارده يا شباب مع مدخل الاقتصاد الاسلامي، وبدايتنا ان احنا نتعرف على العلم الجديد دوت اللي هندرسه. اولا يعني هتلاقوا عندكم في المذكره، الحقيقه اللي هيبقى قدام المذكره او اللي هيطبعها هيسهل عليه على نفسه ان هو يتابع معانا لقاءاتنا الحيه باسلوب سهل وبسيط. فنبدا مع المذكره اللي انا حطها لكم على المنتدى كملخص كده يساعدكم في المذاكره، وهنمشي معاها صفحه صفحه وهنشرح الحاجات اللي بتحتاج الى توضيح وشرح، والحاجات السهله البسيطه هنمر عليها سريعا. خلينا ناكد ان الصوت واضح يا شباب، الصوت واضح. الصوت واضح؟ رحتوا فين؟ نمتوا ولا ايه؟ واضح تمام؟ يبقى اذا نبتدي نتكلم يا شباب على علم الاقتصاد الاسلامي او مدخل الاقتصاد الاسلامي، وقبل ما نتكلم على علم في حد ذاته خلينا نتعرف على بعض المصطلحات كده المرتبطه بالاقتصاد في اللغه وفي القواميس وفي المعاجم او في الاصطلاحات عند بعض العلماء. يعني مثلا على سبيل المثال بقول لك ان تعريف الاقتصاد في اللغه هو المعنى الاول في اللغه ان هو التوسط في الامور وعدم الاسراف ولا التقطير. يعني يعني الاقتصاد او القصد في اللغه هو استقامه الطريق، او ان انت بتكون المعنى بتاع القصد ده هو شيء مفضل بين شيئين مذمومين، يعني لا اسراف ولا شح بخل، لا اسراف ولا تبذير ولا شح بخل، فهو حاله وسط حميده، صفه حميده بين صفتين مذمومتين. صفه حميده بين صفتين ايه يا جماعه؟ مذمومتين، لا اسراف ولا تبذير ولا
شح وبخل وتقتير، تقتير هو الشح والبخل يعني. وبناء عليه ده مبدئيا كده ككلمة اقتصاد. يقول لك في القاموس المحيط القصد هو استقامة الطريق وضده الإفراط، وقول الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل. وكمان لو قلنا بيقول لك في المصباح المنير القصد في الأمور هو التوسط وطلب الأمد ولم يجاوز الحد. يعني في المعجم الكلام ده الحقيقة مش يعني مش بتركيزنا قوي فيها في الأسئلة، لكن يعني بداية تنشيطية لذهنك كده أو لذهنك علشان تبقى عارفة انت ايه الاقتصاد بشكل عام، وبعد كده نتكلم على الاقتصاد الإسلامي. فدي حاجات هتبقى تطلعوا عليها كده سريعا، اللي هي المعجم الوسيط والحاجات دي ومعنى الاقتصاد في المصطلحات المختلفة أو في المعاجم. خلينا نشوف معناها في الاصطلاح. بيقول لك القصد أو الاقتصاد هو الاعتدال، القصد يعني الاعتدال بين الإسراف والتقتير، ويدل على ذلك قول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، يعني لا إسراف ولا تبذير ولا شح بخل. إذن هو صفة حميدة بين صفتين مذمومتين، ده هو القصد باختصار. يعني ما فيش شرايح الحقيقة، لأن هي طبيعة المكرر. شرايح إيه؟ أنت معاك المذكرة وعندكم المذكرة حطيتها لكم على المنتدى، فاللي بيطبعها ويتابع معنا صفحة صفحة مش محتاجة شرايح، يعني مادة مش محتاجة لا تستدعي وجود شرائح يعني. فده معناه في الاصطلاح. لكن لو شفنا تعريف مثلا العز بن عبد السلام للاقتصاد بأنه رتبة بين رتبتين ومنزلة بين منزلتين، الأولى هي التفريط أي التقصير، والثانية هي الإفراط أي التبذير. يعني لا إفراط ولا تفريط، لا عايزين ده ولا عايزين ده، لأن الإفراط صفة سيئة والتفريط أيضا صفة سيئة ومذمومة، فاحنا عايزين حاجة تكون صفة حميدة محبوبة، لا إفراط ولا تفريط، لا إسراف ولا تبذير ولا شح وبخل. وبناء عليه يعني مش هنتكلم كتير في الجزئية بتاعت معنى القصد في اللغة وفي المعاجم، لكن خلينا نقول يا شباب الاقتصاد ده في الاصطلاح الوضعي. يعني ايه الوضعي؟ يعني اللي هو من وضع الانسان او من اجتهاد الانسان. الاقتصاد الوضعي زي الاقتصاد الرأسمالي وزي الاقتصاد الاشتراكي اللي هي الاقتصاديات الغربية، يعني الاقتصاديات الايه الغربية اللي هو الاقتصاد الوضعي. يا ترى في الاقتصاد الوضعي عرفوا الاقتصاد بأي مفهوم؟ وانتوا اكيد اطلعتوا قبل كده او مر عليكم في مبادئ الاقتصاد الجزئي والكلي مفهوم النظام الاقتصادي الرأسمالي ومفهوم نظام الاقتصاد الاشتراكي كأنظمة اقتصادية وضعية من وضع ومن تفكير الإنسان في حل المشاكل الاقتصادية. فالاقتصاد يا شباب في الاصطلاح الوضعي بيقصد به من خلال الاقتصاديين الوضعيين يعني وتعريفهم لعلم الاقتصاد، وده كان في أواخر القرن الرابع عشر والقرن الثامن عشر. ويعني الاقتصاديين في الفترة دي كان في ما كانش في علم اقتصاد بشكل مستقل خصوصا في العصور الوسطى، لكن في العصر الحديث مع بداية القرن الخامس عشر والسادس عشر بقى في علم اسمه علم الاقتصاد. فعلم الاقتصاد بشكل عام من العلوم الحديثة شوية، فنقدر نقول مثلا ان علم الاقتصاد الوضعي هو احد فروع العلوم الاجتماعية، يعني ده فرع من العلوم الاجتماعية. طب العلوم الاجتماعية دي بتدرس مين؟ اكيد بتدرس المجتمع. طب المجتمع ده وحدة بناء المجتمع هو مين؟ الانسان. يبقى لما نعرف علم الاقتصاد بشكل عام نقول هو احد فروع العلوم الاجتماعية الذي يهتم بدراسة، هندرس ايه في الانسان بقى؟ يهتم بدراسة سلوك الانسان. ايوه هندرس ايه في سلوك الانسان؟ الذي يهتم بدراسة سلوك الانسان تجاه الموارد الاقتصادية المحدودة او النادرة نسبيا. طب الانسان عايز يعمل ايه في الموارد المحدودة النادرة نسبيا دي؟ عايز يدمرها؟ عايز يخربها؟ عايز يلوثها؟ عايز يهدرها؟ ولا عايز يستخدمها استخدام ايه بقى؟ استخدام سيء ولا استخدام ايه؟ يبقى اذا يا جماعة هو احد فروع العلوم الاجتماعية الذي يهتم بدراسة سلوك الانسان تجاه الموارد الاقتصادية المحدودة او النادرة نسبيا، ويسعى الانسان باستخدام هذه الموارد استخدام ممتاز، استخدام امثل. طب هو بيستخدمها باستخدام امثل وبيتعب نفسه ليه؟ عايز منها حاجة؟ اكيد طبعا بيستخدم الموارد استخدام امثل لانتاج السلع والخدمات. طب بينتج سلع وخدمات ليه؟
هل في رغبات عنده عايز يشبعها؟ ايوه، لانتاج السلع والخدمات لاشباع رغباته واحتياجاته. طب لما الانسان يشبع رغباته واحتياجاته شباب، تفتكروا يبقى حقق لنفسه حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ تفتكروا هيبقى سعيد ولا حزين؟ تفتكروا هيبقى حقق رفاهيه اقتصاديه ولا محققش؟ يا ترى للفرد ولا للمجتمع؟ اكيد تحقيق الرفاهيه الاقتصاديه للفرد وللمجتمع. خلينا نقول تعريف كده سريع تاني لعلم الاقتصاد بشكل عام، واحنا نفهم التعريف مع بعض، مش محتاج لحفظ ولا حاجه. نقول علم الاقتصاد هو ايه بقى؟ هو احد فروع العلوم الاجتماعيه الذي يهتم بدراسه سلوك الانسان تجاه الموارد الاقتصاديه المحدوده او النادره نسبيا، ويسعى الانسان لاستخدام هذه الموارد استخدام امثل لانتاج السلع والخدمات لاشباع رغباته واحتياجاته، وبالتالي يكون حقق ايه بقى؟ وبالتالي تحقيق الرفاهيه الاقتصاديه للفرد وللمجتمع. الحقيقه وانا بشرح يا شباب، مش لازم كل حاجه بشرحها تلاقيها موجوده في المذكره، احيانا بزيد بعمل علشان استوعب المعلومه وتفهمها، لكن المذكره الحقيقه موجود فيها حاجات، فانت افهم ما تحفظش، افهم وافهمي، الفهم هيسهل عليكم المعلومه بشكل كبير جدا. لكن على اي حال التعريفات موجوده برضو، تعريفات مبسطه موجوده عندكم في المذكره. لو قلنا بعض التعريفات سريعا اللي موجوده عندكم في المذكره كده، يعني مثلا بيقول لك علم الاقتصاد، وهتلاقي التعريف اللي انا قلته لكم هو تعريف شامل افضل من التعريفات اللي موجوده عندكم كلها، لكن هو تعريف مفهوم اكتر منه محفوظ. التعريف اللي انا قلته، التعريفات اللي هتلاقيها عندك في المذكره، هتلاقي التعريف اللي انا قلته ده بفهم وببساطه كده هتلاقيها مذكوره عندك في المذكره بشكل مختصر يعني. فمثلا على سبيل المثال علم الاقتصاد في او تعريفات الاقتصاد الوضعي او تعريف الاقتصاديين الوضعيين لعلم الاقتصاد، على سبيل المثال هو العلم الذي يهتم بدراسه الثروه انتاجا وتوزيعا، او ده تعريف يعني. ايضا هو العلم الذي يهتم بدراسه سلوك الانسان كعلاقه بين غايات متعدده، غايات ورغبات واحتياجات متعدده طبعا، ووسائل او موارد نادرة ذات استعمالات مختلفة واستعمالات بديلة. دي يعني تعريف علم الاقتصاد بشكل عام يا شباب. لكن لو لاحظنا على التعريفات اللي انا قلتها او التعريفات اللي موجودة عندكم في المذكرة وهتطلعوا عليها، التعريفات دي بتوضح لنا جزئين رئيسيين. اولا دراسة غايات متعددة، وهي الحاجات والرغبات، والانسان عنده رغبات كتيرة. هل الرغبات بتاع الانسان محدودة ولا كتيرة ومتنوعة ومستمرة ما بتنتهيش؟ طبعا الرغبات بتاع الإنسان متعددة ومتنوعة ومستمرة لا تنتهي. يعني ايه مستمرة لا تنتهي؟ يعني لو حد من حضراتكم دلوقتي جعان، جبنا له أكل، كان وشبع وتمام التمام والحمد لله، هل مشكلة الأكل والجوع انتهت عنده إلى الأبد؟ هل مشكلة الأكل والجوع انتهت عنده إلى الأبد؟ ولا هيجوع تاني بعد شوية؟ هيجوع تاني طبعا، وبعديها تاني وتالت، وعايز ياكل حاجه غير اللي كلها، ونوع اخر وصنف اخر وهكذا. بخصوص الايه؟ الحاجه او رغبه في الاكل. وبالتالي كل الرغبات والاحتياجات بتكون بتحمل هذه الصفه ان هي متعدده ومتنوعه ومستمره لا تنتهي. طيب يقابلها ايه بقى؟ المشكله بتجي منين؟ المشكله الاقتصاديه بتجي من الموارد ديت عباره عن ايه بقى؟ الموارد اللي ممكن نستخدمها في اشباع الرغبات والاحتياجات الكتيره دي. الوسائل اللي هي الموارد يا شباب، او المصادر او الموارد الاقتصاديه، بتكون بقى ايه؟ نادره، وهي الموارد التي توصف بانها ذات استعمالات واستخدامات متعدده وبديله، ويطلق على الموارد عموما عناصر الانتاج. يطلق على الموارد عموما عناصر الانتاج، وخصوصا لما بنتكلم على علم الاقتصاد. يا جماعه الصوت انا متاكد انه واضح من عندي، واصل واضح من عندي، لكن بناكد وبننصح الناس ان الصوت واضح مش واضح عنده، يحتاج سماعات هيدفون، سماعات هيسمع بيها الصوت كويس جدا جدا جدا. وما تقلقوش، لان اللقاءات بتسجل، فاللي بيفوتوا حاجه هيقدر يسمعها من خلال البرنامج، هيقدر يسمعها بدل المره عشرات المرات، فما تقلقوش من حاجه، زي ما بنقول البرنامج بيسجل. لكن انا متاكد ان الصوت واضح، واللي ما عندوش سماعات هيدفون ممكن يجيب سماعات هيدفون، هيلاقي ان الصوت ما فيش مشكله فيه خالص. خلينا نستكمل يا شباب بقى.
طيب انا يعني انت حاطط اللابتوب على الشاحن، هشيل الشاحن هتلاقي الصوت بقى اوضح كمان دلوقتي، الصوت هيكون اوضح دلوقتي ومن الاول، الصوت هيكون اوضح دلوقتي شوية. نكمل بقى لما يعني كل كلامنا ده على الاقتصاد بشكل عام يا شباب، لسه ما بدأناش نتكلم على الاقتصاد الاسلامي كمفهوم لعلم الاقتصاد الاسلامي. زي ما قلت لحضراتكم، علم الاقتصاد الاسلامي وعلم الاقتصاد عموما من العلوم الحديثه بالمقارنه بالعلوم الاخرى، الطب والهندسه والفلك والرياضيات والصيدله والنبات والكيمياء، هي علوم قديمه جدا، لكن علم الاقتصاد هو من العلوم الحديثه، من العلوم يا جماعه الحديثه. وعلم الاقتصاد الاسلامي كمان، يعني بيقولوا علم الاقتصاد بشكل عام العلوم الحديثه، وعلم الاقتصاد الاسلامي هو من احدث العلوم بالمقارنه بعلم الاقتصاد بشكل عام. وبالتالي لما نيجي نتكلم على تعريف الاقتصاد من قبل بقى المجتهدين، الناس اللي اهتموا واسسوا علم الاقتصاد الاسلامي في البدايه، التعريفات في مجموعتين من الناس اتقسموا على تعريف علم الاقتصاد، هل هو يعتبر علم ولا لا يعتبر علم؟ فعندنا مجموعتين من العلماء، في ناس قالوا علم الاقتصاد الاسلامي ده او الاقتصاد الاسلامي ده لا يعتبر علم ولا يرون انه علم، وفي على اعتبار بيقول لك ان هو اسلوب حياه مش اكتر، ومجموعه اخرى وهي الارجح في الراي ان الاقتصاد الاسلامي يمثل علم لانه بيتبع منهجيه علميه وله نظرياته وله افكاره وله اسلوبه العلمي ممنهج زي باقي العلوم الاخرى، وبالتالي لا هو علم. وبناء عليه المجموعه الاولى بقى او الرايين، يعني عندي رايين في بدايه تاسيس علم الاقتصاد، العلماء اتقسموا لفريقين، مجموعه اولى ومجموعه ثانيه. المجموعه الاولى ودي لا ترى اطلاق صفه العلميه على الاقتصاد، وهذه المجموعه قدمت عده تعريفات مثلا للاقتصاد، قال لك الطريقه التي يفضل الاسلام اتباعها في الحياه الاقتصاديه، فما يعتبرش علم، ده طريقه بس الاسلام بيفضل اتباعها في الحياه الاقتصاديه، قال هو عباره عن كل ما يوجه النشاط الاقتصادي وفقا لسياسات الاسلام ومبادئه. دي المجموعه الاولى، لكن الحقيقه رايهم ما لقاش قبول وكان راي ضعيف. اما الراي الثاني واصحاب الراي الثاني يا شباب، اصحاب الراي الثاني قالوا ان لا يعتبر علم، ونطلق صفه العلميه على الاقتصاد لانه بلغ النضج العلمي وتوفره او توفرت فيه كل الشروط العلميه والمنهجيه العلميه، فما فيش مانع ابدا ان احنا نقول عليه علم زي باقي العلوم زي الفلك والطب والهندسه والصيدله والعلوم والكيمياء الى اخره، لا هو علم لانه في طريقه منهجيه في اتباع النظريات والاراء والافكار فيه، وبالتالي لا هو علم زي باقي العلوم. واطلقوا عليه بعض التعريفات او عرفوا علم الاقتصاد الاسلامي زي تعريفات مبسطه كده، مثلا يقول علم الاقتصاد الاسلامي هو ايه؟ هو العلم الذي يهتم بدراسه الظاهره الاقتصاديه في مجتمع اسلامي، علم بيهتم بدراسه الظاهره الاقتصاديه بس في مجتمع اسلامي، او هو علم دراسه وتحليل سلوك الفرد تجاه الموارد الانتاجيه او الموارد الاقتصاديه المحدوده او النادره من اجل تحقيق الرفاهيه الاقتصاديه، ولكن ده كله لازم يتم في اطار ضوابط وتعليم وتوجيهات الشريعه الاسلاميه. وبناء عليها شباب، يعني اول جزئيه بنتكلم عليها لما الناس بتتكلم على علم الاقتصاد الاسلامي باعتباره علم حديث، اتقسم العلماء لفريقين، فريق بيرى ان الاقتصاد الاسلامي لا يعتبر علم انما بيعتبر ما هو الا طريقه يفضل الاسلام اتباعها في الحاله الاقتصاديه، او هو عباره عن كل ما يوجه النشاط الاقتصادي وفقا لسياسات الاسلام ومبادئه. لكن المجموعه الثانيه وهي الاقوى في الراي وهي الارجح في الراي، ان هم بيروا ان الاقتصاد الاسلامي هو علم لان ليه صفه العلميه وبيتبع اسلوب ومنهج علمي، وبناء عليه عرفوا علم الاقتصاد الاسلامي بانه هو العلم الذي يهتم بدراسه الظاهره الاقتصاديه في مجتمع اسلامي، او هو علم دراسه تحليل سلوك الفرد تجاه الموارد الانتاجيه او الاقتصاديه المحدوده او النادره نسبيا من اجل تحقيق الرفاهيه الاقتصاديه، وده كله لازم يتم طالما هيتم في اطار ضوابط تعليم الشريعه الاسلاميه، يبقى ده تعريف علم الاقتصاد الاسلامي. خلينا نقول يا شباب تاني ان علم الاقتصاد الاسلامي لو هنعرفه، احنا عرفنا قبل كده علم الاقتصاد بشكل عام لما قلنا هو احد فروع العلوم الاجتماعيه الذي يهتم بدراسه سلوك الفرد تجاه الموارد الاقتصاديه المحدوده او النادره نسبيا
ويسعى لاستخدام هذه الموارد استخدام امثل لانتاج السلع والخدمات لاشباع رغبات واحتياجاته وبالتالي تحقيق الرفاهيه الاقتصاديه والاجتماعيه. ده تعريف علم الاقتصاد بشكل عام. لما نعرف علم الاقتصاد الاسلامي هنقول هو نفس التعريف برضه، ولكن هنضيف جمله بقى، نضيف جمله تميزه كاقتصاد اسلامي، نضيف جمله تقول لي بقى يا جماعه هو واحد فروع العلوم الاجتماعيه الى اخره لغايه الرفاهيه الاقتصاديه الاجتماعيه في اطار، ايوه في اطار ضوابط وتوجيهات وتعاليم الشريعه الاسلاميه، او في اطار الشريعه الاسلاميه، او في مجتمع يطبق الشريعه الاسلاميه. يبقى اذا التعريف سهل يعني مش صعب، هو نفس تعريف علم الاقتصاد العام لكن نضيف جمله في الاخر كده في اطار توجيهات او ضوابط وتعاليم الشريعه الاسلاميه. علم الاقتصاد العام يا جماعه لما بنتكلم عليه هتلاقي ان هو في بعد واحد، كل كلام اقتصادي، احد فروع العلوم الاجتماعيه تهتم بدراسه سلوك الانسان تجاه الموارد الاقتصاديه، كل ده كلام اقتصادي فبنسميه بعد تحليل اقتصادي، ده تعريف علم الاقتصاد العام. لكن تعريف علم الاقتصاد الاسلامي هنلاقي فيه بعدين، في يا جماعه بعدين، يعني انا كاننا بنلخص التعريف في نقطتين كده نقول بيشير الى بعدين، بعد تحليل اقتصادي وبعد عقدي، بعد شرعي، بعد ديني، اللي هو ايه بقى؟ لما بقول في اطار ضوابط تعليم الشريعه الاسلاميه ده بعد ديني، ده بعد عقدي جاي من العقيده والشريعه. يبقى يا شباب لما نتكلم على تعريف علم الاقتصاد الاسلامي بنقول هذا التعريف يشتمل على كم بعد بقى اساسي؟ يشتمل على بعدين. ايه هم البعدين دول؟ بنقول بعد تحليل اقتصادي، يعني كلام كله اقتصادي وتحليل اقتصادي كده، والبعد الثاني هو بعد ايه يا جماعه؟ بعد عقدي او ديني يعتمد على العقيده والشريعه الاسلاميه. ازاي؟ يعني الكلام بتاع التعريف كله، تعريف علم الاقتصاد الاسلامي، لو هنلخصه وبعدين كده بنقول بعد التحليل الاقتصادي كل الكلام اللي احد فروع العلوم الاجتماعيه لازم يهتم بدراسه سلوك الانسان تجاه الموارد الاقتصاديه المعدوده والنادره نسبيا، يسعى الانسان لاستخدام هذه الموارد استخدام امثل لانتاج سلع وخدمات تشبع رغباته واحتياجاته لتحقيق الرفاهيه الاقتصاديه والاجتماعيه، كل الكلام ده اقتصادي. يبقى ده بعد اولاني بعد التحليل الاقتصادي. لما اجي قايل بقى واكمل التعريف بتاع علم الاقتصاد الاسلامي اقول في اطار ضوابط وتوجيهات وتعليم الشريعه الاسلاميه، ده بعد عقدي بقى. يبقى اذا يا شباب تعريف علم الاقتصاد الاسلامي بيشتمل على كام بعد؟ بعدين. مهم جدا طبعا الابعاد الاقتصاديه. اجي اقول لكم صح ولا غلط، مثلا تعريف علم الاقتصاد الاسلامي يقتصر على البعد التحليلي الاقتصادي، صح ام خطا؟ او مثلا يعني وانتوا بتذاكروا المقرر معانا وبتتابعوه يا شباب بيفضل ان انت تكون اسئله في شكل صح وخطا واسئله في شكل اختيار من متعدد. يبقى اذا لما اقول ده تعريف علم الاقتصاد الاسلامي يقتصر على البعد التحليلي الاقتصادي، طبعا خطا، طبعا خطا، لانه مش بعد واحد، لا ده في بعدين، بعد تحليل اقتصادي وبعد عقدي او ديني. تمام يا شباب؟ او اختيار من متعدد او وهكذا، يعني فالاسئله تكون سهله وبسيطه، طالما انت فهمت المعلومه صح مش هتخطا او مش هتخطئ في المعلومه وفي اجابه السؤال. اقول السؤال تاني، يعني صح ام خطا؟ صح ام خطا؟ يقتصر تعريف علم الاقتصاد الاسلامي على البعد التحليلي الاقتصادي. هل بيقتصر على البعد ده بس؟ ولا لا بيشمل بعدين، بعد اقتصادي وبعد عقدي؟ يبقى اذا العباره خطا، لا ده ان علم الاقتصاد الاسلامي بيحتوي على بعدين، هما بعد تحليل اقتصادي وبعد عقدي. ممتاز. كويس. من خلال التعريفات بتاع علم الاقتصاد الاسلامي يا شباب، لو قلنا ان التعريفات اللي قلناها ديت واهتمام علم الاقتصاد الاسلامي بيهتم بدراسه الظواهر الاقتصاديه في اطار الشريعه الاسلاميه. فالظاهره الاقتصاديه عباره عن ايه؟ يعني لما بندرس الظاهره الاقتصاديه، ايه الظاهره الاقتصاديه دي؟ ما هي الظاهره الاقتصاديه؟ هي اكيد سلوك الانسان في مجالات معينه. في مجال ايه بقى؟ لما بتكلم عن الاقتصاد سلوك الانسان في مجال ايه؟ في مجال الانتاج والاستهلاك والتوزيع. في مجال ايه يا جماعه؟ الانتاج والاستهلاك والتوزيع. وبالتالي الظاهره الاقتصاديه، اجي اقول لك الظاهره الاقتصاديه هي دراسه سلوك الانسان في مجال الف الانتاج، ب الاستهلاك، ج التوزيع، د جميع ما ذكر. هتبقى الاجابه الصحيحه ايه يا جماعه؟ طبعا كلها، لكن في الاسئله في اختبار النهائي كلمه قصه جميع ما ذكر ولا شيء مما ذكر والف زائد ب وب زائد ج والكلام ده طبعا ما بتكونش موجوده في الاسئله، انما بيكون موجود اجابات مختلفه تماما
عن بعضيها. يعني جميع انتوا اكيد عارفين المعلومه دي طبعا، اختبرتوا عارفين ان جميع ما ذكر ولا شيء مما ذكر والف زائد باء وباء زائد جيم مش موجوده في الاسئله في الاختبار النهائي، لكن دي كتدريب ليكم يعني كاسئله تدريبيه كده. اذا ده تعريف الظاهره الاقتصاديه. في الظاهره الاقتصاديه لا اكتب ايه انتوا يعني، احنا بنقول وزمايلكم بيقولوا بنعيد السؤال مره واثنين واللقاء بيتسجل فمفيش مشكله نكتب ايه بس. فالظاهرة الاقتصادية يا جماعة هي سلوك الإنسان في مجال الإنتاج والاستهلاك والتوزيع. طيب لو عايزين نعرف جوانب دراسة موضوع علم الاقتصاد الإسلامي، يعني إيه الجوانب اللي بيهتم بيها علم الاقتصاد الإسلامي في دراسته؟ هنلاقي فيه ثلاث جوانب يا شباب. إيه بقى الجوانب؟ الجوانب اللي بيهتم بيها علم الاقتصاد الإسلامي هي خلينا برضه نركز على الصوت يا شباب، الصوت واضح؟ أنا عايز الغالبية العظمى، الصوت واضح؟ الصوت واضح، الصوت ممتاز وواضح، خلاص بعد بركة الله بنكمل. جوانب دراسة موضوع علم الاقتصاد الإسلامي عندي ما يسمى أولا، هما ثلاث جوانب. الجانب الأول بيسمى الجانب المذهبي، الجانب اللي هي يا جماعة المذهبي. يعني إيه جانب مذهبي؟ هو المقصود بالقيم والقواعد التي ترتكز عليها الظاهرة الاقتصادية. إذ من المعروف أن لكل اقتصاد قيمة معينة ينبسط منها ويرتكز عليها وفي ضوئها يتميز السوق الاقتصادي بطابع خاص. يبقى إذن الجانب المذهبي بيركز على إيه؟ على القيم والقواعد اللي بتوضح الظاهرة الاقتصادية اللي أنا هدرسها، أنا شفت ظاهرة اقتصادية وعايز أدرسها. فبشوف إيه هي القيم والقواعد اللي اعتمدت عليها الظاهرة دي. دي أول حاجة وده بيسمى الجانب المذهبي. أما الجانب الثاني ودي بتيجي بتسلسل، يعني الجانب المذهبي بيثبت الجانب النظري والجانب النظري بعد كده يتبعه الجانب التطبيقي. فهم الثلاث جوانب دول بترتيبهم كده مهم. الجانب المذهبي اولا، بيليه الجانب النظري او التحليلي. انا شفت الظاهره، عرفت القيم والقواعد اللي بترتكز عليها وخدت نظره او رؤيه كده شامله على الظاهره الاقتصاديه اللي هدرسها او المشكله الاقتصاديه اللي هدرسها. بعد كده ابتدي اعمل ايه بقى؟ ابتدي اشوف النظريات وابتدي اجمع داتا واحلل في البيانات ديت، وبناء عليه ياتي الجانب الثاني هو الجانب النظري او التحليلي. وهذا الجانب يهتم بدراسه الظاهره الاقتصاديه من حيث هي وتحليلها وتفسيرها ومعرفه ما تجري عليه من خلال بقى استخراج واستنتاج ما فيها من علاقات بهدف وضع التعليمات والقوانين الاقتصاديه في الاقتصاد الاسلامي. يبقى اذا يا شباب اي ظاهره اقتصاديه لما بدرس في علم الموضوع علم الاقتصاد بهتم بثلاث جوانب. الجانب المذهبي ان انا اعرف القيم والقواعد بتاع المشكله او الظاهره الاقتصاديه اللي انا هدرسها بشكل عام كده. بعد كده ببتدي اجمع داتا واجمع بيانات عنها وابتدي احلل البيانات ديت وابتدي اوصف البيانات ديت وابتدي اعمل قوانين ونظريات تتناسب مع هذه البيانات. ثم بعد ما احلل البيانات اكيد بيبقى عندي نتائج وهي تمثل الجانب التطبيقي او السياسات التطبيقيه. بعد كده بعد ما بحلل البيانات ديت بوصل لنتائج من خلال بقى الجانب الثالث اللي هو الجانب التطبيقي او السياسات الاقتصاديه اللي ممكن استخدمها واحل بيها المشكله الاقتصاديه دي، كانها النتائج بقول النتائج انا وصلت لها وهحل المشكله ازاي. فالجانب التطبيقي او السياسات الاقتصاديه بيعنى او بيعنى بدراسه السياسات والتطبيقات التي تتفق مع القيم والقواعد الحاكمه للمجتمع الاسلامي وفي الوقت نفسه بتعالج ما يواجه المجتمع من مشكلات اقتصاديه في كل زمان ومكان. يعني على سبيل المثال يا شباب، انا مثلا لقيت مشكله اقتصاديه زي البطاله، هي مشكله اقتصاديه اجتماعيه في نفس الوقت، البطاله. فالبطاله انا شايف ان في مشكله اقتصاديه عايز ادرسها ازاي؟ ايوه ابتدي اعرف يعني ايه بطاله، يعني الناس اللي في سن العمل وما بتشتغلش. طيب ازاي احسب نسبه البطاله؟ بعد كده جمع داتا ايه اعداد البطاله وهل بتختلف من مدينه لاخرى او من دوله لاخرى؟ ابتدي اجمع بيانات وجمع داتا عنها وبعد كده استخدم برامج احصائيه ومعادلات ونظريات احلل بيها البيانات بتاعتي. وبعد ما احلل البيانات اكيد بوصل لنتائج، بوصل لاستنتاجات. من خلال النتائج دي يا شباب ابتدي اعالج المشكله، ابتدي اعالج ليه المشكله كجانب تطبيقي وابتدي اتخذ سياسات اقتصاديه لمعالجه هذه المشكله او الظاهره اللي انا بدرسها. عرفنا يا شباب جوانب دراسه موضوع علم الاقتصاد الاسلامي بتتمثل في كام جانب، وهما ثلاثة جوانب. الجانب المذهبي أولا، يليه الجانب النظري والتحليلي، ثم الجانب التطبيقي أو ما يسمى بالسياسات الاقتصادية. كمان يا شباب يعني لما نتعرف بقى، احنا عرفنا علم الاقتصاد الإسلامي، لكن يا ترى لما نقول النظام الاقتصادي
هل هيختلف عن علم الاقتصاد بشكل عام؟ يبقى عندنا علم الاقتصاد العام وعندنا علم الاقتصاد الاسلامي كتعريفات، عندنا النظام الاقتصادي بشكل عام وعندنا النظام الاقتصادي الاسلامي. فهي نفس الاسلوب في الفهم برضه، هنفهمهم مع بعض يا شباب ما هو النظام الاقتصادي وما هو النظام الاقتصادي الاسلامي. نفس الاسلوب لو فهمتوا معايا من الاول علم الاقتصاد بشكل عام هو ايه وعلم الاقتصاد الاسلامي هو ايه واختلف عنه في ان احنا زودنا الجمله بتاع في اطار ضوابط تعليم الشريعه الاسلاميه، نفس القصه كده لما نعرف النظام الاقتصادي هو ايه بشكل عام ونعرف النظام الاقتصادي الاسلامي تحديدا هو ايه بشكل خاص، هنلاقي ان العمليه واضحه والامور بقت سهله وبسيطه. وبناء عليه تعالوا كده نشوف تعريف النظام الاقتصادي بشكل عام هو ايه. النظام الاقتصادي يا جماعه هو اي نظام، ها نظام الجامعه، نظام اي مؤسسه، اي شركه. نظام الجامعه هو ايه؟ مجموعه من ايه بقى؟ من الاسس والقواعد. لما اقول لك نظام الجامعه هو ايه؟ تقول لي والله ده مجموعه من الاسس والقواعد والشروط واللوائح اللي جايه من وزاره التعليم العالي وبيستخدموها عشان تنظيم العمليه التعليميه. طيب يا سيدي، قياسا على تعريف نظام الجامعه، ها عرفوا لنا النظام الاقتصادي هو ايه؟ يبقى اذا العمليه سهله. النظام الاقتصادي هو يا جماعه بقى؟ هو مجموعه من الاسس والقواعد والتوجيهات واللوائح والشروط، قول زي ما انت عايز. جايه منين بقى؟ هاخدها منين بقى؟ من وزاره التعليم العالي ولا جايه من الشريعه الاسلاميه بقى؟ القواعد دي هجيبها منين؟ لو بتكلم على نظام الاقتصاد الاسلامي ايوه هجيبها من الشريعه الاسلاميه، لكن النظام الاقتصادي بشكل عام نعرفه ازاي؟ هو مجموعه من الاسس والقواعد والتشريعات التي يختارها ويطبقها المجتمع لتنظيم شؤونه الاقتصاديه، ده النظام الاقتصادي بشكل عام. اما النظام الاقتصادي الاسلامي هنضيف عليه بقى ان القواعد دي بنجيبها منين؟ بنجيبها من الشريعه الاسلاميه. يبقى تعريف النظام الاقتصادي بشكل عام يا جماعه هو ايه؟ مجموعه من الاسس والقواعد والتشريعات التي يختارها ويطبقها المجتمع لتنظيم شؤونه الاقتصاديه. اما طبعا النظم الاقتصاديه المختلفه يا جماعه كل نظام بيختلف عن الثاني في القواعد وفي الاسس اللي بيعتمد عليها. ليه بقى؟ لان احنا هنلاقي عندنا نظام اقتصادي اسلامي، هنلاقي عندنا نظام اقتصادي راس مالي، هنلاقي عندنا نظام اقتصادي اشتراكي. طبعا حسب تاريخيا والاقدميه النظام الراسمالي ظهر قبل النظام الاشتراكي وظهر مواكب ليه النظام الاشتراكي، يعني بعد كده الاحدث الانظمه اللي موجوده. مش بكلمك على الدين الاسلامي، انا بكلمك على علم الاقتصاد الاسلامي والنظام الاقتصادي الاسلامي كفكر، ها كفكر هو احدث الانظمه، هو احدث اللي هي يا جماعه الانظمه. انا مش بكلمك على القران والسنه والبعثه الاسلام والقران والسنه، لا بكلمك على عليه كعلم وكفكر اقتصادي فهو احدثه. يبقى اذا يا جماعه ده تعريف النظام الاقتصادي بشكل عام. طب عايزين نعرف النظام الاقتصادي الاسلامي بقى، هل هيبقى في صعوبه في تعريفه ولا هنقول هو نفس التعريف بس نضيف بقى ان القواعد والتشريعات دي بنجيبها من الشريعه وتكون موافقه للشريعه؟ مظبوط كده، هو نفس التعريف بس بنقول بنجيب القواعد بتاعتنا من الشريعه. طب نقول هو مجموعه من القواعد والاسس اللي جايه منين؟ المنبثقه او الماخوذه من الشريعه الاسلاميه التي يرتضيها ويسير عليها المجتمع لتنظيم شؤونه الاقتصاديه، تنظيم شؤون الايه؟ المجتمع. يا ترى هي ايه الشؤون الاقتصاديه؟ هتمر علينا بعد شويه او في اللقاء الجاي ان شاء الله. الشؤون الاقتصاديه اللي هينظمها المجتمع ايه؟ هنعرفها ان شاء الله في اللقاء القادم، لكن خلينا نكمل الجزئيه دي. وتتصف هذه القواعد والاسس بالتنظيم والترابط والتناسق فيما بين اجزائها بما يرفع كفاءه المجتمع في الاستفاده من موارده وامكاناته المتاحه. يبقى مجموعه من الاسس والقواعد والتشريعات المنبثقه او الماخوذه من الشريعه الاسلاميه ويرتضيها المجتمع ويرغب فيها المجتمع لتنظيم شؤونه الاقتصاديه. والشؤون الاقتصاديه الحقيقه هي اما ان احنا بننظم علاقه الفرد بالاخرين، علاقه الفرد بغيره، او علاقه الفرد بالموارد، او بيبقى في قسم ثالث من اقسام الشؤون الاقتصاديه، اما تنظيم علاقه الفرد بغيره سواء فرد بفرد او فرد بمجموعه او مجموعه بمجموعه او دوله بدوله او الى اخره، وتنظيم علاقه الفرد بالموارد سواء كانت موارد بيمتلكها بشكل خاص او بشكل عام، ملكيه خاصه او ملكيه عامه بينتفع بيها. والقسم الثالث للشؤون الاقتصاديه، الكلام ده انا لقيت قدام في المذكره شويه، القسم الثالث هو قسم بيقدم الحلول للمشاكل اللي بتنشا عن القسمين الاول والثاني، لان في مشاكل ممكن تنشا بين الناس وبعضيها او بين الناس والموارد. فالقسم الثالث في الشؤون الاقتصاديه هو قسم بايه يا جماعه؟ بيعالج المشاكل اللي بتظهر. بعد كده لما بندخل بنقول ان في ثلاث انظمه شباب. في ثلاث انظمه اقتصاديه. نظام اقتصادي راس مالي، وكلمه راس مالي الحقيقه تلاقيها موجوده عندكم في مذكره زميلكم اللي بيطلعوا على ملخص من كذا سنه الكلام ده، كاتبها كلمتين، راس لوحديها ومالي لوحديها. لا طبعا غلط، الراس مالي بتتكتب كلمه واحده.
الرأسمالي بتتكتب كلمة ايه يا شباب؟ كلمة واحدة. معايا شباب والصوت واضح؟ معايا والصوت واضح؟ ايوه مظبوط كده. رأسمالي بتكون كلمة واحدة مش كلمتين، فمعلش في اخطاء بسيطة كده بننبه عليها واحنا ماشيين مع بعض، لو في حاجة بتقابلنا بننبه عليها. فهو الاقتصاد يا جماعة الاقتصاد الرأسمالي، وعندنا الاقتصاد الاشتراكي، وعندنا الاقتصاد الاسلامي. ايه رأيكم مثلا في الطماطم؟ ليها شكل ولون وطعم وحجم وتركيب ومكونات مختلفة عن مثلا الخيار كخضروات، صح ولا لا؟ طماطم ليها شكل ولون وتركيب وحجم وطبيعة مختلفة في تركيبها عن الخيار مثلا، صح ولا لا؟ كذلك الأنظمة يا شباب، لو قلت لك مثلا نظام رأسمالي هيكون له خصائص وصفات وأهداف مختلفة وأدوات مختلفة عن النظام الاشتراكي، فأكيد كل واحد منهم ليه تعريفه وليه خصائصه وليه صفاته اللي بتميزه عن غيره من الأنظمة، زي حضراتكم كل واحد بيكون ليه صفات شخصية، بس قد تكون تتشابه الصفات. الطماطم خيار والطماطم خضار والخيار أيضا خضار، فهم الاثنين من الخضروات متشابهين في الصفة دي، صح ولا لا؟ فكذلك نظام الرأسمالي والاشتراكي هم أنظمة اقتصادية قد يتشابه في بعض الصفات وقد يختلف. أنتوا كذلك أنتوا قد تختلفوا في الصفات الشكلية والصفات الخلقية وغيرها، لكن ممكن تتشابه في صفات زي ايه مثلا؟ حضراتكم كلكم بتدرسوا مع بتدرسوا في المستوى الرابع مقرر اسمه مدخل للاقتصاد الاسلامي في جامعه الامام، مش انتم متشابهين في الكلام ده كلكم طلاب كطلاب وطالبات؟ متشابهين، لكن فيكم صفات وخصائص مختلفه ولا لا؟ سواء صفات شكليه او خلقيه او غيرها؟ اكيد طبعا. وبناء عليه الانظمه الاقتصاديه يا شباب هندرس ثلاث انواع من الانظمه، واحنا بنتكلم كده في الموضوعات اللي بنتناولها في المقرر بتاعنا، ألا وهو النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، نظام اقتصادي طبعا رأسمالي ونظام اقتصادي اشتراكي ونظام اقتصادي إسلامي. وهتلاقينا دايما بنقارن بينهم، وأفضل أسلوب لمذاكرة الجزئيات اللي هي بتوضح الثلاث أنظمة دول هي المقارنة، يعني الواحد يعمل جدول مقارنة ما بين الثلاث أنظمة سواء في خصائصهم أو تعريفهم أو أهدافهم أو آلياتهم وأدواتهم في مواجهة المشاكل الاقتصادية. على سبيل المثال مثلا لو عملنا مقارنة بين النظام الاقتصادي الرأسمالي والاشتراكي والاقتصاد الإسلامي كأنظمة ثلاثة، فبنقول النظام الاقتصادي الرأسمالي قام على أنقاض نظام اقطاعي، يعني النظام الرأسمالي كان فيه نظام بيسبقه اسمه النظام الاقطاعي، وده كان ما بين القرن الخامس عشر ما بين القرن الخامس والخامس عشر الميلادي، يعني بمعنى ان النظام الرأسمالي نشأ ازاي؟ كانت نشأته ان كان في نظام اقطاعي قبليها، نظام ايه؟ اقطاعي. والنظام الاقطاعي ده يا جماعة يعني بيقسم المجتمع لطبقتين، سادة وعبيد كده، او اقطاعيين بيملكوا كل شيء وفلاحين مزارعين لا يملكوا شيء وما عندهمش اي نوع من الحريات الاقتصادية، يعني التواريخ ما بيهتمش بيها او الحقيقة، لكن للعلم بالشيء، لكن يعني مش بسأل فيها التواريخ. وبناء عليه يلاحظ ان خصائص هذا النظام اتت على النقيض مما كان سائد من خصائص النظام الاقطاعي. النظام الاقطاعي كان كله ظلم واستعباد، ساده وعبيد، ومفيش حريات للفرد ولا للمجتمع في جوانب الاقتصاديه ولا التنقل ولا اختيار المهنه ولا حريه تملك او التصرف في الممتلكات والكلام ده، فهو كان نظام قله تملك كل شيء والمجتمع كله لا يملك شيء. ناس تملك وناس لا تملك. وبالتالي كان نظام يعني يسود من الاستبداد والظلم والاستعباد، نظام سادة وعبيد، فظهر نظام بعده هو نظام الاقتصاد الرأسمالي. ونظام الاقتصاد الرأسمالي الحقيقة بيأسس للحريات وأعطى الإنسان حريات اقتصادية كتيرة جدا، زي حرية الإنتاج والاستهلاك والتنقل واختيار المهنة وحرية التصرف في الممتلكات وإلى آخره من الحريات الاقتصادية اللي ممكن نذكرها بعد كده في خصائص النظام الرأسمالي. لكن الباحثين بيعرفوا النظام من خلال خصائصه الرئيسية في النظام الرأسمالي، فبيختلف النظام الرأسمالي من دولة لأخرى في العصر الحديث، يعني معظم الدول الرأسمالية لكن بتتشابه في بعض الخصائص هذه الدول كدول رأسمالية، وبتختلف في أمور أخرى في طبيعة تطبيقها للنظام الرأسمالي. وبناء عليه يا ترى إيه هي الخصائص اللي بتميز النظام الاقتصادي الرأسمالي عن غيره من الأنظمة؟ هنلاقي عدة خصائص لو مرينا عليها. الوقت أنا عارف والله يعني خلاص، بس دقيقتين كده، دقيقتين نختم بيها الجزء ديت،
دقيقتين ونخلص لقائنا الأول إن شاء الله، ويا رب يكون لقاء وبداية موفقة ليكم جميعا ولينا جميعا إن شاء الله عز وجل. ما فيش حاجة اسمها كتير ولا حاجة، هنفهمها مع بعض وهتلاقي حاجات كتير بتتكرر معانا، وزي ما قلت انتوا أسئلتكم بتبقى صح وغلط وكتير متعدد، فيكفيك إنك تكون فاهم المعلومة، بناء على فهم هيسهل عليك كل الأسئلة اللي تقدر إنك بتسأل فيها تجاوبها صح إن شاء الله عز وجل. التواريخ مش معانا ولا حاجة يعني، وهي ما فيش تواريخ كتير في المذكرة ولا حاجة، لكن مش معانا التواريخ، لكن يعني بنقولها كده على سبيل المعلومة تبقى مكتملة والفهم يبقى واضح. إيه يا شباب؟ خصائص النظام الرأسمالي، بنقول إن هو نظام جاه بعد نظام كان فيه ظلم واستبداد اللي هو النظام الإقطاعي. فالنظام الرأسمالي بدأ يأسس لحريات كتيرة جدا وأعطى الإنسان حريات كتيرة جدا. يا ترى إيه خصائص النظام الرأسمالي دوت؟ بنقول أسماء العلماء هتبقى معانا طبعا أكيد، مهمة أسماء العلماء، وهي برضه مش كتيرة يعني، مش كتيرة يعني بتاع 5 أسماء ولا 4 أسماء يعني، مش كتيرة، وهقولها لكم يعني ما تقلقوش. أبرز خصائص النظام الرأسمالي هي الملكية الخاصة والملكية الفردية. ده نظام أعطى للإنسان حرية التملك، فالملكية اللي بتكون سايدة فيه هي الملكية الخاصة أو الملكية الشخصية أو الفردية، بتكون طاغية على الملكية العامة، الملكية الخاصة هي بتكون أكتر يعني. ثانيا أعطى الإنسان حريات اقتصادية كتيرة جدا، والحرية الاقتصادية في النظام الرأسمالي بتشتمل على كثير من الحريات اللي ما كانتش موجودة عند الناس في النظام الإقطاعي، ألا وهي حرية الإنتاج، حرية الاستهلاك، حرية التصرف واختيار المهنة، وحرية التنقل من مكان إلى آخر. أيضا من الأهداف الرئيسية لهذا النظام ومن خصائصه الأساسية هي وجود حافز الربح، أهم شيء الربح، وهذا هو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي ويدفع ويؤدي إلى إقامة المشروعات والاستثمارات الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية المختلفة. أيضا من الأدوات الرئيسية لهذا النظام هي ما يسمى بآلية السوق، وآلية السوق أنتوا درستوها هي جهاز الأسعار أو جهاز الأسمان، أو بتسمى قوى العرض والطلب. قوى العرض اللي هي يا جماعة يعني أسعار السلع والخدمات والأجور والرواتب بتتحدد من خلال مين؟ توازن السوق، من خلال إيه؟ قوى العرض والطلب، يعني لا المنتج يحدد ولا المستهلك يحدد، ولا البائع ولا المشتري، إنما مين اللي يحدد؟ السوق، عرض وطلب، اللي هي بيسموها آلية السوق. آلية إيه يا جماعة؟ الأداة الرئيسية بتاع النظام الرأسمالي اللي بيعتمد عليها دايما هي آلية السوق. وطبعا هو بيؤكد على أهمية آلية السوق ودورها في توزيع الموارد وتحديد الأسعار. أيضا النظام دوت بيهتم بالمنافسة وسيادة المستهلك، ولو إنه بقى انحرف هذا النظام عن هذه الخاصية اللي كانت خاصية جميلة جدا في إنها بتفيد المستهلك وتوفر له السلع بجودة عالية وبأسمان رخيصة أو أسمان قليلة ومناسبة. نتيجة سلبية كبيرة جدا من سلبيات النظام الرأسمالي، وهنتكلم على سلبيات النظام الرأسمالي إن شاء الله بعد كده في اللقاء القادم. السلبية اللي ظهرت كبيرة في النظام الرأسمالي هي ظهور الاحتكار بشكل كبير جدا. والاحتكار يا ترى يكون في مصلحة المستهلك ولا مش في مصلحة المستهلك؟ أكيد طبعا مش في مصلحة المستهلك. لكن من الخصائص الأساسية اللي كان قايم عليها النظام الرأسمالي هي أهمية المنافسة وسيادة المستهلك. أنا بقول لكم صح ولا غلط، من الخصائص الأساسية التي قام عليها النظام الرأسمالي هي أهمية المنافسة وسيادة المستهلك، صح أم خطأ؟ طبعا العبارة صحيحة، أيوة هي كانت من الخصائص الأساسية اللي قايم عليها، لكنه انحرف بعد كده نتيجة ظهور الاحتكار والكلام ده، انحرف عن هذه الخاصية، لكن هي من خصائصه الأساسية اللي كان قايم عليها بالفعل. أيضا رقم 6 من خصائصه عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية، إن الدولة لا تتدخل في الشؤون الاقتصادية لا في تحديد أسعار سلع ولا خدمات ولا أجور ولا رواتب ولا الكلام ده، إنما اللي يحدد مين هي آلية السوق، اللي يحدد هو مين؟ آلية السوق، القوى العرض والطلب. لكن برضه نتيجة ظهور الفقر وزيادة الفقر في العالم بسبب النظام الرأسمالي أدى إلى أن الدول الرأسمالية بدأت تتدخل، على عكس الخاصية اللي كان قايم عليها، بدأت تتدخل وتختلف التدخلات للدول من دولة إلى أخرى حسب طبيعة الدولة بتختلف هذه التدخلات. لكن برضه لو أقول لك صح أم خطأ، من الخصائص الأساسية التي قام عليها النظام الرأسمالي عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية. أيوة العبارة صحيحة، العبارة صحيحة من الخصائص الأساسية اللي كان قايم عليها، لكن هو انحرف عنها فعلا نتيجة زيادة الفقر والكلام ده، فبدأ يحصل تدخلات من خلال تسعيرات جبرية أو من خلال دعم بعض السلع أو دعم الفقراء ماديا أو ماليا أو غيرها. ده النظام الرأسمالي ودي خصائصه، لكن خلينا المرة الجاية
نأكد على الخصائص دي تاني، ونعرف النظام الرأسمالي في البداية، ونقول خصائصه، ونقول كيف نشأ وتعريفه وخصائصه، وبعد كده ندخل على النظام الاشتراكي نعرفه برضه ونقول خصائصه وأهدافه، وبعد كده ننتقل للنظام الاقتصادي الإسلامي عشان نتعرف عليه أكتر، نعرفه ونقول خصائصه. بكده أكون خلصت اللقاء الحي الأول من لقاءاتنا الحية لمقرر مدخل الاقتصاد الإسلامي. يا رب تكون استفدت النهاردة وعرفت المقرر وعرفت المذكرة وكل الأمور المرتبطة بالمقرر بداية، وإن شاء الله مع اللقاءات الجاية لو في استفسارات لو في توضيحات أكتر بنوضح لكم، وبنمشي مع بعض واحدة واحدة، وبالمذكرة اللي أنا حطيتها لكم على المنتدى محطوطة بصيغة PDF تقدروا تطبعوها بسهولة، وتكون معاكم وانتم بتتابعوا معايا اللقاءات الحية، هتلاقوا الأمور سهلة وبسيطة جدا إن شاء الله عز وجل. أتمنى لكم كل التوفيق، ونشوفكم إن شاء الله. أنتوا عارفين بنأكد على مواعيد لقاءاتنا الحية، هي يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، بنبدأ من الساعة 9 إلى الساعة 9:45 دقيقة. وربنا يسهل، يعني أحيانا البرنامج بيتعطل منا أو يبقى فيه مشكلة في البرنامج ما يفتحش أو فحسب الظروف، إن شاء الله الأمور تسير بشكل كويس، بس يعني هنجتهد قدر استطاعتنا ابتغاء مرضات الله عز وجل أولا وأخيرا. بشكركم، وإلى أن نلتقي في اللقاء الحي الثاني يوم الأربعاء بإذن الله في نفس الموعد الساعة 9 مساء. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش بننبه على نقطة يا شباب، طالما أنا خلصت اللقاء يبقى الجميع يطلع من اللقاء، من الغرفة بتاع اللقاء، يطلع ويقفل البرنامج عنده علشان ما يحصلش ان مدة تسجيل البرنامج تطول ويحصل فيه مشكلة. انا طبيعي هخرج الناس كلهم وهقفل البرنامج معاكم، تمام، بس يعني انت من نفسك اطلع او اطلعي من البرنامج علشان ما يحصلش مشكلة في تسجيل الحلقة او اللقاء، تمام. انا طبيعي وقت اقول لكم من غير ما ترد، مع السلامة، هطرد الناس كلها، بس يعني لو في حد هيدخل يطلع بسرعة تاني، ما يفضلش في البرنامج عشان مدة التسجيل لا تطول. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.